السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة عن وصفة اللي هي صدور الدجاج على طريقة كي اف سي. وصفة جد لذيذة، تبعوا معايا المراحل. طريقة جد سهلة بالنسبة للمقادير، غادي نعطيهم لكم وأنا كنطبق الوصفة باش ما نكترش عليكم بزاف وباش ما يجيكمش الفيديو طويل. يلا خليكم معايا. غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج، انا قطعته على هذا الشكل هذا، جوج فصوص ديال الثومه، وشويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة ديال السكينجبير. السكينجبير كما كتعرفوا كيتواتى مع الدجاج، وشوية ديال التحميرة حسب الرغبة. الا كنتو تبغيو هذا النوع من الدجاج حار، تقدروا تستعملوا التحميرة اللي هي حارة حار. وغادي ندير شويه ديال الزيت، ولا موتارد. الموتارد كتعطي له واحد لوغو رائع، ضروري تستعملوا لا موتارد في هاد الشرموله هذه. حاولوا تكثروا شويه لان هي اللي كتعطي داك لوغو زوين. صافي، غادي نخلط جميع هاد المكونات مع بعضها. الا كان عندكم الوقت حاولوا تحتفظوا بهاد الحشوه في هاد الشرموله لمده ديال ساعه باش تزيد الخلطه هذيك الشرموله وتعطيها واحد المذاق اللي هو زوين. وغادي دابا نمر باش نوجد البيض اللي غادي ندير فيه الدجاج. انا هنا لهاد الكميه اللي درتها غادي نحتاج 3 ديال البيضات، نتوما ديروا على حسب الكميه اللي غادي تصايبوها ديال الدجاج. غادي ندير فيه شويه ديال الملحه حسب الذوق، وشويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال التحميره. بالنسبه للدقيق انا كنفضل نديرو في ميكا بحال هادي ديك لي زيكلوك اللي كيتسدو، اولا في اي ميكا عاديه، ولا بامكانكم تستعملوا حتى اون بواط اللي يكون عندها الغلاقه باش تسهل لكم العمليه ملي تجيو توضعوا الدجاج باش يدخل فيه مزيان هذاك الدقيق. غادي ندير فيه شويه ديال الملحه على هكذا، وشويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال التحميره. الا تبغيو هذا النوع من الدجاج حار بامكانكم تستعملوا الحار. صافي، وغادي نسد هاد لي زي بلوك هكا، وغادي نخلط هاد الخليط مزيان باش يدخل ديك الملح وديك التوابل اللي درت دقيق. ومن بعد غادي نجيب الدجاج ونديرو في البيض، ومن بعد غادي ندير الدجاج كله هنايا ونسد بطبيعة الحال.
من بعد ما سخنت الزيت ديالي غادي نقص العافيه، لان خصهم يطيبوا على واحد العافيه اللي هي مهيله باش تعطيهم داك اللون الذهبي باش ما يتحرقوش من برا ويبقاو خضر على الداخل، وتعطيهم داك اللون اللي هو ذهبي. ومن بعد ما غادي يتحمر من الجهتين غادي ناخذ طبسيل ونديرو فيه الورق الخاص بالمطبخ باش يقطر لينا في هذاك الدجاج من الزيت، وغادي ناخذو بهذه الطريقه هذه ونحطو هنايا. الا كانت عندكم فريتوز غادي تسهل عليكم العمليه ديال القلي بطبيعه الحال، استعملوا الفريتوز ولكن حاولوا تنقصوا ما يتحرقوش ليكم غير من الفوق يتحمروا وندخل يبقاو خضر. صافي غادي نوصل العمليه ديال القلي وغادي نتلاقاو في اخر الفيديو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال صدور الدجاج ديالنا. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال صدور الدجاج على طريقه كي اف سي، وصدقوني كيجي المذاق ديالهم مشابه تماما لصدور الدجاج اللي كنتناولوهم في مطاعم كي اف سي. جربوهم وما غاديش تندموا ليهم، اما غادي تقدموهم على هذا الشكل هذا مرافقين على لي صوص اللي بغيتو، اولا غادي تقدموهم في ساندويتش مع سلطه وطماطم والحوايج اللي بغيتو ديروهم في هاد لي ساندويتش اللي كيعجبوكم ديروهم. الو كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم هاد الوصفه ديروا لايك وبارطاجيو هاد الفيديو مع العائله والاحباب، واللي مازال ما تابوناش معايا تابونا معايا كوم سا يوصلها الجديد ديالي. كنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي.